السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار رياضة ومشاهير. أهلا بكم. تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وتدوينات ردا على كلام عزيز أخنوش الذي خلف عاصفة من التعليق الغاضبة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن تصريح عزيز أخنوش إهانة للشعب المغربي الذي لا يحتاج لمن يعطيه الدروس في الأخلاق والقيم. وكتب أحد النشطاء على صفحته قائلا: عزيز أخنوش يطالب بإعادة الترابي للمغاربة، كلام خطير، أتمنى أن تتحرك الجمعيات التي اشتكت بملكسكتة لتقدم بلاغات ضد أخنوش بتهمة إهانة الشعب المغربي. وكتب الصحفي عبد الصمد بن عباد على صفحته على فيسبوك تعليقا على خرجة أخنوش قائلا: بتصريحاته اليوم يبدو أن أخنوش قرر أن يستثمر في قطاع التربية، قريبا سيطلق مؤسسة أكوا للتربية وأفريقيا لإعادة التربية. الناشطة الحقوقية سارة سوجار اختارت لغة ساخرة للتعليق على حديث أخنوش، حيث كتبت على صفحته صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك قائلة: ناس ما مربينش كيصدعوا لنا سي أخنوش وصحابه. غادي ندوزو معكم متابعينا الكرام صور اللي كانوا دولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان جيمي بوتشيش اللي كان بارتاج الصوره ديال طنجة 24 سيرسات، واللي كانت طنجة 24 سيرسات كانت رفقة الصوره ديال أخنوش، وكانت كتبت عليها: لنقص التربيه خاصنا نعاودوا للتربيه ديالو، احياء المقاطعه من جديد، حنا الشعب هو اللي غادي يعاود ليك التربيه، سلاحنا بارتاجي. اما الصوره التي نالت يعني واحد البارطاج كتير وكانت دولها نشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص خونا اللي كان ضامن وعلن التضامن ديالو مع السيد عزيز اخنوش، وقال ان اخنوش رجل مزيان. وجاء في الصوره اللي كان شرها هذا خونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: كلنا عزيز اخنوش، نحن معك يا رئيس اخنوش، رجل مزيان عزيز، ارتاح ارتاح، سنوصل الكفاح وسنوصل المسار. الصورة اللي مبعدها اللي كان شرها مصطفى راحين: الواحد باغي يربي، باغي يربي، اللهم يربي مراته، الخبر راه في راسك. اما مونيت مزول اللي كان شر في الجروب ديال شوف تي في وكرفق الصور ديال هاد خونا اللي كان اعلن التضامن ديالو كما قلت لكم مع السيد عزيز اخنوش، وكان رفق هاد الصور بواحد التدوينه صغيره: عزيز اخنوش رجل الميدان بلا منازع، اغرس اغرس. وهاد التدوينه نالت 381 جيم و547 تعليق و18 بارتاج. الحسين فخر الدين: الله يرحم الوالدين، الذي عنده ميزان التربية يجيب نعبر راسي واش مربي أو لا. أما آخر تدوينة اللي غادي نشاركها معكم متابعينا الكرام واللي كان شرها سي عبد الإله وهاب: زواج المال بالسياسة ينجب مخلوقات غريبة، من قبيل أخنوش اللي خرج على مستقبل الحمامة بخرجته القذرة، قذارة ثروته التي جمعها بالرع والطرق الملتوية، ربي تراسك قرينك يربيو المغاربة. خوتي كان هاد ردود، كانت هذه ردود فعل بعض المغاربة وبعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونظن أن جميع المغاربة كعين وسخط يعني بخصوص الكلام والتصريح اللي خرج به عزيز أخنوش وقال لي نقصه التربية نعودوا للتربية، اللهم تربي راسك هي الأولى. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.